البركة مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق شوطنا الثاني عشر الخاص بالحقائق القعدان وشوط خاص بالإنتاج. مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء المميزة والحاضرة في هذا الانطلاق والمسار المميز. نسير مع هذه الأسماء، نسير مع هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة في هذا المسار المميز والجميل مباشرة مع البداية، مع صدارة الشوط. أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة هنا في هذا الانطلاق والمسار المميز. نتابع هنا عفرين علي بن محمد بن مسفر بن محميد من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة مع البداية مع المركز الأول. ولكن نتابع من الجانب الآخر التدخل من عشيرق من يصل في هذا المسار، وليد بن محمد بن إبراهيم السيد مع ثاني تحديات المركز الثالث. وصول وتقدم من لهجان بطيب بن سالم بن صالح الحول المري مع المركز الثالث المركز الرابع. وصول وقدوم في هذه اللحظات من مولع علي بن حمد بن علي بن جرحب المري القادم مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، وصل شعار الشهواني القادم في هذا المسار، يقدم لنا الطماع هنا في هذا الانطلاق. مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني الحاضر والمنطلق في مساري وتحديات هذا الشوط. هكذا هي الاسماء الخمسه الاولى المتقدمه في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن عوده مع البدايه، نعود مع الصداره مع المركز الاول. البدايه وصداره الشوط مع عفرين علي بن محمد بن مسفر بن محميد من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول. بينما أرد دخول الوصول في هذه اللحظات، وصل في هذا المسار وتقدم النايف راشد بن محمد بن حمد الدعية، يصل في الأمتار الأخيرة في هذه اللحظات مقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة. بينما شعار أيضا السيد القادم مع المركز الثالث مقدم لنا انطلاقة عشيرق وليد بن محمد بن إبراهيم السيد المركز الرابع. وصل شعار الخيارين يتقدم هنا ايضا من خلال تقدم مزاحم مبارك بن سعيد بن محمد الخيارين القادم والحاضر في هذا المسار. الله يا سلام، شوف القدوم المميز في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل. هنا مزاحم، مزاحم يغير مع الامتار الاخيره، يغير مع الامتار المجنونه. مبارك بن سعيد بن محمد الخيارين من يقدم لنا شعاره المميز، شعاره الجميل مع الامتار الاخيره، الامتار المجنونه. ولكن يحاول هناك من الجانب الاخر عفرين. الله الله الله، عفرين ولا مزاحم، الامتار الاخيره شعار الخيارين يحكم القبضه على ناموس هذا الشوط من خلال ايضا تقدم مزاحم مبارك بن سعيد بن محمد الخيارين. سلام الخيارين، سلام سلام مزاحم سلام. ومشكور يا صبيح الغيلاني بو سالم ايضا من يتابع هذا الشعار. تهنئه لسعاده محمد بن زايد الخيارين ايضا وانجاله الكرام على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من عفرين علي بن محمد بن مسفر بن محميد، والمركز الثالث وصل النايف راشد محمد بن حمد الدعية، والمركز الرابع كان الوصول والقدوم ايضا مشاهدينا الكرام من عشيري وليد محمد ابراهيم السيد. المركز الخامس وصل عون عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن كان الحضور المميز من شعار الخيارين الذي حضر وقدم لنا انطلاقة مزاحم في هذا المسار المميز والجميل، يكون هو أيضا خاطفا هذا الشوط. مشاهدينا متابعين الكرام، ها هو مزاحم باللقطات البطيئة بعدسة قناة الريان الفضائية. توقيته الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 3 دقائق 12 ثانية 78 جزءا من الثانية. تهانين والناموس لمبارك بن سعيد محمد الخيارين، تهانينا والناموس ايضا لصبيح الغيلاني. المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان الوصول والقدوم مع ثاني التحديات. المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من عفرين، توقيت الزمني 3 دقائق 13 ثانية 29 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن مسفر بن محميد. المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث شعار الدعية، نعم من خطف المركز الثالث، توقيته الزمني 3 دقائق 15 ثانية 9 أجزاء من الثاني. تهانين والناموس راشد بن محمد بن حمد الدعية.